بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وبعد، أبارك لكم ذكرى المبعث النبوي الشريف، ويشرفني اللقاء معكم في هذه الليلة الحديث حول المبعث في محاضرة بعنوان أضواء على المبعث النبوي الشريف. نبدأ بالآية الكريمة التي تتحدث عن المبعث في قوله تعالى في سورة آل عمران الآية 164. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. الحديث سيتركز في محاور يجمعها هذا العنوان: بماذا نحتفل في يوم 27 أو ليلة 27 من شهر رجب؟ في كل سنة، خصوصا يمكن في السنوات الأخيرة قلت هذه المسألة، لكن لا زالت في بعض مناطقنا، بعض مآتمنا، حسينياتنا، بل منتدياتنا، مجالسنا، يحدث هناك خلط في هذه المناسبة. هل هي المبعث النبوي أم الإسراء والمعراج؟ ما الفرق بين المناسبتين؟ وهل وقعتها في نفس التاريخ بحيث احنا ما نميز بينهم؟ شيء ثاني اللي يبعث على الإشكالية المتكررة، ان احنا عادة يعني مع الإخوة ابناء العامة انهم بعض المناسبات يحتفلون فيها بها بليلة، واحنا في نفس الليلة او ليلة ثانية، فهم في المناسبة 27 من شهر رجب يحتفلون بالإسراء والمعراج. احنا ظلنا سنين بعد نفس القضية، يعني اغلب حتى اتذكر انا قبل يعني تقريبا اكثر من 10 سنوات كنت استضاف في مثل هالليلة اللي هي البارحة او الليلة عراي السستاني يعني والجماعة البقية الليلة 27 نستضاف في مثل هالمناسبة بمحاضرة بعنوان الإسراء والمعراج او احتفال باسم الإسراء والمعراج وليس المبعث النبوي. لكن مع ان احنا لو نفتح مفاتيح الجنان وبعض كتبنا ما فيها تركيز على الإسراء والمعراج، وإنما المبعث النبوي، وكل الأعمال المستحبة قاعدة تركز على المبعث النبوي. فإذا هي هاي القضية تكرر في كل عام. تسأل المؤمنين مثل البارحة أو ذا الليلة، خلنا نقول الاحتفال، شنو المناسبة؟ بعضهم يقول لك المبعث النبوي، آخرين يقول لك الإسراء والمعراج، بعضهم يقول لا احنا احتفل بالمناسبتين، يعني كنا ما في فرق. احنا بنجي بنركز على هالجانب ونشوف متى حدث المبعث ومتى حدثت حادثة الإسراء والمعراج، شنو الفرق بينهم وشنو الإشكاليات اللي تثار حول هذا الموضوع. طبعا لو نرجع لروايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يتبين أن تتحدث أن مناسبة 27 من شهر رجب هي مناسبة الإسراء، مناسبة المبعث النبوي الشريف. طبعا المبعث هو يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صار نبيا في هذا اليوم، في هذه المناسبة، كما ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام بدون السند، لأن احنا مو يعني شغلنا في مثل المحاضرة سالفة السند وعن من وعن فلان، وإنما في النهاية الرواية الواردة عن أي إمام ونص الرواية أو جزء من نصها بما يفيد البحث. يوم 27 من رجب نبئ في صبيحته ونبئ فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى فيه
أي وقت شاء 12 ركعة يقرأ في كل ركعة. هذه الرواية موجودة في كتبنا في الكافي وكذا، ومن ضمنها في مفاتيح الجنان وبعض أعمال أو بعض الكتب اللي فيها الأعمال المستحبة. فإذا نرجع لها يتكلم لك عن يوم 27 من شهر رجب عن نبوة النبي، يعني إن في هذا اليوم بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا في رواية عن أبي الحسن الإمام موسى الكاظم عليه السلام أنه قال: بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين في سبع وعشرين من رجب، فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام 60 شهرا. طبعا في بعض الروايات 60 سنة، مثل ما جينا عبادة 60 سنة كذا، بس تتكلم عن 27 من رجب على أنه يوم المبعث النبوي الشريف. بعد عندنا رواية ثالثة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في حديث طويل: ولا تدع صيام يوم 27 ولا تدع صيام يوم 27 من رجب، فإنه هو اليوم الذي أنزلت فيه النبوة على محمد صلى الله عليه وآله، وثوابه مثل 60 شهرا لكم. بعد رواية عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لثلاث ليال. هني رواية حسب نصها مضينا من رجب، بينما يعلق عليه بعض علمائنا أن في خطأ في الرواية، خلونا يعني عادة يجي في الأشهر العربية في الروايات لما بداية الشهر يقول مضينا، نهاية الشهر خلونا يعني بقينا، بقت 3 ليالي، بقت 4 ليالي كذا، ويذكر المناسبة. فالمقصود خلونا من شهر رجب، يعني 27 شهر رجب. رواية خامسة أيضا عن الإمام الجواد عليه السلام: إن في رجب لليلة. هذه كل رواية سمعتونها البارح واجد، ومثل هالليلة اللي عندهم الليلة 27 من شهر رجب، إن في رجب لليلة. إن في رجب لليلة خير مما طلعت عليه الشمس، وهي ليلة 27 من رجب، فيها نبئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صبيحتها، وأن للعامل فيها من شيعتنا أجر عمل 60 سنة، أجر عمل 60 سنة، وهي من الليالي المذكورة في كتب الأدعية والمستحبات، من الليالي التي يستحب إحياؤها. إذن هذه بعض الروايات. في روايات بعد أيضا يعني تقريبا 9 روايات بين طويلة وقصيرة تتكلم عن أن 27 شهر رجب ما جاب الطاهر إسراء والمعراج، وإنما المبعث النبوي الشريف. أيضا علماءنا يعني بعض الأسماء مرة عليكم مثل العلامة الحلي وأبو زهرة والمحقق الحلي والشهيد الأول والمحقق الكركي والمقدس الأردبيلي وصاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي وصاحب العروة اليزدي والإمام الخميني والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كلهم عندما يتعرضون إلى 27 رجب يذكرون حادثة المبعث النبوي الشريف. أيضا علماء البحرين رضوان الله تعالى عليهم الأسبقين، كبار علماء البحرين والذين يمثلون جزء من كبار علماء الطائفة، مثل صاحب الحدائق الشيخ يوسف والشيخ حسين العلامة، وأيضا الشيخ عبد الله الستري صاحب المعتمد، وكذلك الشيخ زين الدين. هؤلاء أيضا عندما تحدثوا عن 27 من شهر رجب ذكروا حادثة المبعث النبوي الشريف وليست حادثة الإسراء والمعراج. زين، نجي من وين جت الشبهة؟ طبعا البعض أولا متى الإسراء والمعراج إذا مو 27 شهر رجب؟ قلنا 27 شهر رجب المبعث النبوي عليكم السلام، إذا متى الإسراء والمعراج؟ طبعا في روايات كثيرة واختلفوا فيها الشيعة والسنة. طبعا عندنا يجي في حدود ان رواية الإسراء والمعراج بعضهم يوصلها الى 120
يعني حادثة للإسراء والمعراج بين طبعا بنجحنا عن قضية الوحي شلون للنبي صلى الله عليه وآله انتقال جسدي انتقال بالجسد والروح انتقال مثلا يسمونه على قولتهم نفسي كذا المهم كذلك الوحي يعني ينزل على النبي صلى الله عليه وآله كرؤية أو ك يعني رؤية في المنام قصدي أو سماء أو رؤية عينية فعندنا في الإسراء والمعراج بعضهم أو علماءنا يميلون على أن الحادثة الرئيسية اللي نزلت فيها السورة لما احنا نتكلم عن الإسراء والمعراج نتكلم عن أي آية أو أي سورة يلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى زين المعراج أي سورة طبعا سورة الإسراء وفيها آيات تكلم عن الإسراء المعراج ها ما في يعني في الصورة هذه ما بعث بصير وما أرسلناك بس المعراج يعني المعراج الذهاب إلى السماء أن النبي عرج به إلى السماء في سورة تتكلم بالتفصيل عن هذه الحادثة يلا بعد فيها سجدة هي السجدات الواجبة يعطونكم النجم والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذي مرة فاستوى زين ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى كذا عندها سدرة المنتهى عندها جنة المأوى زين هذه كلها السورة تكلم عن وين عروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء الإشكال عندنا إحنا جاء من وين في قضية أن في دي الليلة الإسراء والمعراج وأن اللي هي قضية المبعث بعضهم يعتقد أنه في شهر رمضان ليش؟ بعد له علاقة بالقرآن له علاقة بالقرآن أن القرآن لما تحدث عن نزول الوحي تحدث متى أنه نزل في وين؟ في أي فترة؟ شهر رمضان زين؟ وبالتالي البعض يعتقد يقول يعني النبي بعث المفترض في شهر رمضان لأن القرآن لما تحدث لنا عن نزول الوحي عن النبي صلى الله عليه وآله أكو بصريح الآيات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والسورة الأوضح إنا أنزلناه في ليلة القدر فإذا يعني نزول القرآن بدء نزول القرآن كان في شهر رمضان وفي ليلة القدر بعد حاميم والكتاب المبين اللي هي سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فإذا الربط صار إن المبعث النبوي صار في شهر رمضان إن القرآن نزل في شهر رمضان لكن هل هناك ملازمة بين شهر رمضان وبين إن النبي يعني أو نزول القرآن وبين بعثة النبي صلى الله عليه وآله طبعا الاعتقاد الأولي إيه نعم إن نزول الوحي على النبي هاي بداية النبوة بينما كثير من علمائنا يقول لا بداية النبوة هذه خلنا نقول قضية منفصلة عن بداية نزول القرآن الكريم ولذلك يميل علمائنا على أن النبي كانت بعثته في شهر رجب اللي هي الليلة أو البارحة يعني 27 شهر رجب ونزول القرآن في شهر رمضان وما في تضاد في المشكلة ما في مشكلة إن القرآن نزل في شهر رمضان والنبي بعث في شهر رجب طبعا في الفترة اللي قبل شهر رمضان وراح نوضح آراء العلماء في هذه المسألة بعضهم طبعا تكلم في مسألة المراتب الوحي يعني رتب نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله في مراتب أول ما حصل الرؤية الصادقة يعني الحلم أن النبي يرى رؤية صادقة في المنام ثم حصلت المرتبة الثانية إلا سماء
النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنداء السماوي، ثم المرتبة الثالثة نزول الوحي عبر الملك، الملك جبرائيل ينزل والنبي يشوفه أقرأ يا محمد ما أقرأ كذا. فعندنا الرؤية الصادقة والسماء بدون واسطة للنداء السماوي، وعندنا نزول الوحي ومشاهدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجبرائيل عليه السلام. القول الثاني طبعا بناء على هذا، بعضهم قال أن الرؤية سبقت شهر رمضان وأن السماء بعد سبق، لكن مسألة نزول الوحي جبرائيل نزل في مثلا أو كما هو على عليه بعض الآراء أرى العلماء نزل في شهر رمضان. بعضهم قال أن القرآن نزولين، نزول اللي هو النزول الأول من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور، وهذه تذكرون تسمعون هالأسماء دي أو هالمصطلحات في الأدعية وفي بعض الروايات ترد زين، وبعدين النزول الثاني من البيت المعمور إلى قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال نزول جبرائيل. والآيات التي تتكلم عن نزول القرآن في ليلة القدر من شهر رمضان تتكلم عن نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور، من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور وليس على قلب النبي مباشرة. وفي أما نزول الآيات الأولى من سورة العلق كان في شهر رجب على رأي بعض العلماء. عندنا الرأي الثالث، اشتغلت سماء الرأي الثالث وهو القول الذي يتبناه العلامة الطبطبائي صاحب الميزان، إن القرآن الكريم نزل بأجمعه في ليلة القدر من شهر رمضان، ثم نزلت هذا يسمونه إنزال، وعندنا تنزيل، بعضهم يفرق في المصطلح زين، إن حتى في القرآن نزل أو يعني وردت كلمة إنزال، لما إنزال يعني دفعة واحدة، يقول أنزل ده الشيء نزلة أو إنزالة دفعة واحدة، تنزيل شوي شوي، تنزيل شوي شوي زين، مثلا نقول رفع الشيء ترفيعه يعني تعال شيلي يا يساعدني كذا. المهم ففي عندنا في اللغة فرق بين الإنزال والتنزيل، فالإنزال أن الشيء ينزل دفعة واحدة والتنزيل الشيء ينزل متدرج. فالطبطبائي يرى وفي بعض علماء العامة أيضا يرون ذلك أن القرآن نزل دفعة واحدة ثم بدأت السور تنزل على مدى فترة الدعوة اللي هي في مكة والمدينة وبين مكة والمدينة حسب الحدث وحسب ما تتطلبه الوقائع والأحداث، فتنزل مجموعة من الآيات أو تنزل سورة أو كذا، حدثت حادثة صارت واقعة تنزل آيات معينة زين، فنزل نزولا تدريجيا بحسب المناسبات خلال فترة الدعوة، وكان ابتداء نزوله يوم المبعث النبوي في شهر رجب، وهذه يعني كحل لمسألة الفرق بين المبعث وبين نزول القرآن في شهر رمضان المبارك. في عندنا بعض العلماء بعد من علمائنا نتكلم بعد حل الموضوع بطريقة بعد مختلفة في المسألة، احنا بنتكلم على أرقام علشان تكون المسألة أوضح بين مسألة المبعث ومسألة الإسراء والمعراج. الأرقام عمر النبي صلى الله عليه وآله، من المعروف أن النبي صلى الله عليه وآله ولد في عام الفيل، العرب كانت أرخ بحوادث حتى البحارنا قبل الأول سنة الطبعة وسنة سنة الحلاج وسنة ما أدري ها الحرب العظمى، فكانوا يعني خاصة احنا يعني عندنا في البحرين هنا الأمهات الآباء فترة اللي ما كانوا يهتمون بالقراءة والكتابة، ولا مثلا ما تجبتين ولاج تقول والله عقب سنة الطبعة بأربع سنين، فيجون متى صارت سنة الطبعة مثلا سنة كذا يحطوا عليه أربع سنين عشان يطلع تاريخ السنة ها ايه، وهم بعد يعني حوادث المعينة تالي لا يعني شهادات الميلاد وكذا وضبطت الوضعية. المهم فالنبي صلى الله عليه وآله
ولد في عام الفيل، وطبعا في قابلة لأنه ما صارت الهجرة ولا العام الهجري، ففي عام الميلادي اللي هو 570 أو كذا الميلادي، زين 571 حموم بالي. المهم فبس بالنسبة للعربي يقولون سنة اللي هي عام الفيل، بعدين قاموا يقول قبل الهجرة وبعد الهجرة، مثل أن قبل الميلاد وبعد الميلاد. ولذلك احنا لما نجي لمسألة الإسراء والمعراج حددوها بمسألة قبل الهجرة، وبعضهم لا ربطها بالبعثة، لأن البعثة صارت النبي عمره 40، فيجي يقول لك عامين بعد البعثة أو ثلاثة أعوام بعد البعثة. ذاك احنا حين نتكلم بالأرقام بهالصورة، نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وعمره كم؟ 40 سنة. وذلك بعضهم يستدل على أن مسألة كلمة رجل في اللغة، وهذه يعني حسب اللغويين أن الواحد ما يقول لرجل إلا لين وصل عمره 40 سنة، يعني بالاصطلاح هذا مو عيب، يعني يقول احنا مو رجال لا رجال، زين بس القصد يعني كمصطلح. وذلك بعد يقول سن الشباب يمتد له مستوى اعلى من اللي احنا نعتقده، والشيخوخة والكهولة بعد ذلك. على كل حال استدلونها بالآية، وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم، رجالا نوحي إليهم. فيقال ما نبئ نبي أو أكثر الأنبياء أو هذا المتعارف أن النبي ينبأ وعمره 40 سنة وعمره 40 عاما. فالنبي صلى الله عليه وآله نزل عليه الوحي وعمره 40 سنة. زين نجي بعدين إلى حادثة الإسراء والمعراج حسب بعض علمائنا، إنه بعضهم يفرق بين الإسراء والمعراج إن ما حدثت في ليلة واحدة. طبعا بعض علماء على هالرأي إن الإسراء والمعراج على قولتنا رحلة أفقية، وإن كانت الأرض بيضاوية، بس خلنا نقول من مكة إلى بيت المقدس يعني نقول أفقية أرضية، وبعدين من بيت المقدس إلى السماء أو السماء بعد السماوات السبع هذه عمودية. زين فسبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الإسراء حدث متى؟ في الليل. وبعضهم بعد عرفها في اللغة السرى هو المشي ليلا أو السير ليلا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام مكة إلى المسجد الأقصى فلسطين بيت المقدس، ثم العروج حدث بعضهم يقول في نفس الليلة إلى السماوات، ورجع النبي صلى الله عليه وآله قبل أذان الفجر إلى مكة أو مع أذان الفجر وأوقظ أهله للصلاة. زين بعضهم يقول لا، إن الإسراء حدث في السنة الثانية للبعثة، يعني عمر النبي كم هني؟ 42، لأن البعثة 40، احنا قلنا الحين من أرخ بأرقام. زين ورد عن عن يعني تاريخيا بس من جبر رواية بعدين أيقظهم رسول الله فلما صلى الصبح صلوا معه قال يا أمهاني لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيتي بهذا الدار أو بهذه الدار، ثم ذهبت إلى بيت المقدس فصليت فيه، ثم ها أنا ذا صليت معكم الآن الغداة كما ترين. يعني يقول لها أمهانة، زين أمهاني من هي؟ ها صفية بنت عبد المطلب كذي، ها عمة النبي صلى الله عليه وآله، عدل عدل تروح تطلع في جوجل الحين كذي يكتب مهانة طلع صفية بنت عبد المطلب المفترض. زين صلى إياهم صلاة العشاء ثم أسري به إلى بيت المقدس وصلى هناك، ثم رجع الغداة يعني الصبح وأوقدهم لصلاة الصبح وصلوا الصبح. فلما خرج رسول الله الناس أخبرهم وقال لقريش إن الله قد أسرى بي في هذه الليلة إلى بيت المقدس،
فعرض علي محاريب الأنبياء وآيات الأنبياء. هذا اللي هو حادثة الإسراء. بعضهم يقول عقب 3 سنوات من المبعث. طبعا احنا ليش نقول الإسراء؟ لأن ركزوا على المسألة دي، لأن قلنا احنا في روايات واجد انه حدث للنبي اكثر من إسراء، لكن الحادث اللي نزل فيها القرآن ولا من ربطها من ولادة الزهراء عليه السلام. وهذه مسألة ونقطة جوهرية نتعرض بها إن شاء الله، أو نتعرض لها في نهاية المحاضرة، مسألة ربط ولادة الزهراء بقضية الإسراء والمعراج. الآن احنا نتكلم عن شنو الإسراء. بعض علماء يفرق أن الإسراء حدث في السنة الثالثة للبعثة، يعني عمر النبي 43 سنة. زين؟ طبعا قريش ما صدقت وكذا، وفي بعض الروايات مال الإسراء والمعراج تتكلم عن قافلة لقريش النبي شافها وهو في رحلته، وقال لهم فيها كذا وفيها كذا، والقافلة ما وصلت إلا عقب مدة، ربما تأخذ لها أسابيع أو شهر أو أكثر. فلما وصلوا وسألوهم، يعني القريش سألوا أهل القافلة هل كان كذي فعلا كما حدث محمد، فطلع صحيح، لكن الكافر أو المتكبر على الحق متكبر، ما يؤمن حتى لو رأى الحق بعينه. أما المعراج، بعضهم من علمائنا يرى أنه حدث في السنة 5 للبعثة النبوية، يعني عمر النبي كان 45 سنة. الحين خلنا نركز على الأرقام، 40 سنة البعثة، 43 سنة الإسراء، 45 سنة المعراج. زين، هاي المعراج هو اللي مذكور قلنا مثل ما من ساعة في سورة النجم، والنجم إذا هوى. زين، وش الربط بين الحين هذه قضية المعراج وقضية ولادة الزهراء عليه السلام؟ وهذا بعد يرجعنا لمسألة جوهرية، مسألة جوهرية جدا دقيقة، إن ليش الإصرار على أن هالليلة أو البارحة ليلة 27 المبعث، وأن الإسراء والمعراج في شهر رمضان؟ زين؟ وليش الآخرين عندهم بعد مسألة أن الإسراء والمعراج في رجب، وفي إصرار على السالفة مع أن الروايات مختلفة؟ خلنا نجيب عد بالأرقام. زين؟ طبعا احنا عندنا في الروايات مشتركة مع الآخر، الطرف الآخر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تناول من أكل الجنة، ومنها تكونت نطفة الزهراء. فلما جاء وحدث أنه اعتزل خديجة ثم رجع إلى آخر، إلى أن حملت خديجة بالسيدة الزهراء وولدت. انجي إلى مسألة، احسب الآن من رجب إلى جمادة 20 جمادة الثانية اللي هي ولادة الزهراء، وبين الإسراء والمعراج كما يرى بعض علمائنا في 17 شهر رمضان أو العشر الأواخر من شهر رمضان وشهر جمادة. لما نجي لرجب، رجب إلى جمادة، رجب، شعبان، شهر رمضان، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادة الأولى، جمادة الثانية، 12 شهر تقريبا، ها؟ لأن جمادة الثانية يجي عقبها ويش رجب، 12 شهر سنة. لكن لما يجي شهر رمضان بالذات 17، ولاحظ هناك 20، ها؟ 17. فعقب شهر رمضان شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادة الأولى، جمادة الثانية، كم شهر؟ 9 شهور، اللي هي مدة حمل الزهراء، حمل خديجة، على اصطلاح علماء إذا كان الحمل حمل يعني ما في قصر في المدة، حمل طبيعي 9 أشهر. وبالتالي كان يرى علماء الشيعة، يعني هاي خلاصة مهمة نركز عليها، إن الإسراء والمعراج مثل ما يرى علماء عندنا أنه ما حدث ل 27 من شهر رجب، وإنما حدث أكثر من مرة، لكن اللي نزلت فيه السورة
والآية اللي تكلم عن الإسراء. زين هو في 17 رمضان يرجحون علماءنا وأن هذا اللي تناول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاكهة الجنة بحيث تكونت الزهراء من هذه الفاكهة وولد. لما بعض العلماء يتكلم في دي المسألة ترى المسألة لها خلفية تاريخية وليها على قولتنا يعني ارتباط والتزام بمسألة مسائل أخرى، وبالتالي إصرار البعض عليها وعدم إصرار البعض أو إصرار البعض على مسألة ثانية لأن المسائل مترابطة. فلما نقول أن الإسراء والمعراج بحسب رأي بعض علمائنا أن الإسراء والمعراج حدث في ليلة 27 من شهر رجب، فمعناته أن حمل الزهراء وقضية الزهراء ورواية أكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجنة راح تنسف لأن بين شهر رجب إلى جمادة 12 شهر، وبالتالي ما بتكون مدة حمل الزهراء 12 شهر. لكن لما الإسراء والمعراج حدث في شهر رمضان 17 اللي هي شهر رمضان أو العشر الأواخر على بعض الروايات من شهر رمضان، والمبعث النبوي في ليلة 27 من شهر رجب، هذا يترتب عليه أن الفترة بين الإسراء والمعراج وبين ولادة الزهراء 9 أشهر، وبالتالي رواية أكل النبي من الجنة وحمل السيدة خديجة زين وتكون نطفة الزهراء من فاكهة الجنة، هذه كلها ترتبط بمسألة متى الإسراء والمعراج ومتى المبعث النبوي، وهذه مسألة مهمة جدا. فلما يحدث يعني أن بعض العلماء مثلا يتحدث في المسألة مي مسألة يعني على قولتنا قضية إعناد وإثارة جدل كل سنة ومشاكل، مي مسألة لها ارتباط بقضايا تاريخية وقضايا حتى عقيدية مرتبطة بعقيدتنا. زين فمثل ما بينت هي المسألة مسألة أيضا لها علاقة بولادة الزهراء عليه السلام. فإحنا بنلخص النقاط دي بشكل سريع أن الإسراء أول شيء المبعث النبوي حدث وعمر النبي 40 سنة وعمر النبي 40 عاما، والإسراء على رأي بعض علمائنا حدث بعد ذلك ب3 سنوات وعمر النبي يعني يكون 43 سنة، والمعراج في بعد البعثة ب5 سنوات عمر النبي 45 سنة. تعال احنا تكلمنا في الأشهر، خلنا نتكلم في السنوات. عمر النبي 45 سنة، بعدين إذا قلنا المعراج عمر النبي 45 سنة، النبي توفى عمره كم؟ كم يعني سنة عقب المعراج؟ 18. لو عمر مين؟ الزهراء، عمر الزهراء. ولذلك احنا ليش نقول هذه المسألة مهمة؟ هي كلها مربوطة. يعني انت بعد الآن كشاب مثقف كذا، لما تقرا الحين بعض شبابنا كذي يقعد صوب المنبر، خطيب يتكلم كلام، هذا يقوم ياخذ تلفون يشغل على الحاسبة تشخ 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 يضرب، يقول شلون كذي قال وكذي يطلع، هاي 100 سنة ما تطلع 40 سنة، شلون كذي كذي، هاي 9 شهور وهذه 12 شهر على الموعدين. فالحين الناس تربط في السالفة. فعلى كل حال شوف الآن مو بس قضية الأشهر، احنا الحين ربطنا الأشهر بمدة حمل السيدة خديجة بالزهراء، أيضا السنوات. إذا قيل كما يرى كثير من علمائنا أن المعراج حدث في السنة 5 للبعثة، يعني قبل 8 سنوات من الهجرة. زين صار المعراج وحملت السيدة خديجة بالزهراء 8 سنوات في مكة و 11 سنة أو 10 سنوات في المدينة، يكون هذا مقدار عمر الزهراء لأنها استشهدت بعد النبي في نفس السنة. زين بداية السنة 11 النبي 28 صفر، والزهراء على حساب اختلاف الروايات الموجودة، وأيضا العمر يختلف بين 18-19 بناء على هاي الحسبة. لكن الحسبة مهمة، أنه إذا قيل في السنة 5 للبعثة يكون بعد 18 سنة
وفاة النبي صلى الله عليه وآله وأيضا شهادة الزهراء وهو مدة عمر الزهراء سلام الله عليها. يبقى نقطة أخيرة واختم بها هذه المحاضرة، مسألة أنا حين مثل ما قرينا يمكن يعني تابع بعض القراءات والدراسات الموجودة إن قضية الفصل بين الإسراء والمعراج المبعث النبوي، هناك أيضا باحث كتب أحد علماء المنطقة يعني من القطيف على مسألة بعد محاولة إرجاع الإسراء والمعراج إلى ليلة 27 رجب أنه وش الضير لما تكون مناسبة واحدة، جاب شواهد اللي احنا استشهدنا ببداية المحاضرة أن حتى هني عندنا في البحرين يمكن قبل 10-5 سنوات أن ليلة 27 رجب يقولون هي ليلة الإسراء والمعراج، ما حد يذكر المبعث، بل يستغربون ساعات حطون في الإعلان ولا يجي الخطيب يتكلم عن المبعث ولا تشوف إحنا مستضيفينه إسراء والمعراج قاعد يتكلم عن المبعث مناسبة ثانية، وبعضهم يجي يوضح يقول هالمبعث غير والإسراء والمعراج غير وكذا. المهم بعض العلماء كتب بحث في هالمسألة ويقول لا، في طبعا موجودة رواية عند العامة أن الإسراء والمعراج ليلة 27 شهر رجب وربما تكون في سنة مختلفة عن المبعث، وأن هذه المسألة ما في مشكلة لو عملنا بها. طبعا هذا الرأي هو في النهاية يعني كان يرجحه أو يعني يدعو إليه بسبب شنو؟ بسبب المرزوق الحين هني بعد ركزوا على السالفة، بسبب ان المآتم عندنا يقول يعني اذا احيت المبعث النبوي ما قاعدة تحيي الإسراء والمعراج، يعني الان الحين في السنوات الاخيرة ها عدل ابو حسين اذا قلنا ليش 27 هي المبعث النبوي، متى عندنا نشوف اعلان احنا بالإسراء والمعراج؟ والقضية مهمة هاي إسراء المعراج احنا تكلمنا فيها وربطناها بولادة الزهراء عدل ايضا في عصرنا هذا هي يعني محور القدس، فرصة الكلام عنه في هالمناسبة في هالمناسبة لما يعني تحيي هالمناسبة عندنا الآن بعد ما في مجال ما القضية يوم القدس وقضية هذا الاحتفال العالمي ما في مجال مثل قبل يعني إحياء، لكن على الأقل دي المناسبة فرصة للحديث عن محور القدس والمسجد الأقصى والأراضي الإسلامية والمقدسات الإسلامية. على كل حال ناهيك عن مسألة مثل ما قلنا ارتباطها بمسألة عقائدية تاريخية ترتبط ابن احنا في قضية الزهراء سلام الله عليها. فهو هذا السيد هو السيد ضياء الخباز إليه بحث عن مسألة الإسراء والمعراج وجايب قضية إحياء في ليلة 27 من شهر رجب، بس هو بعد في النهاية يعني أنا في وجهة نظري لو إن صار إصرار من علمائنا خطبائنا إن ليلة 27 من شهر رجب لما يجي الخطيب أو المحاضر يقول لك أنا لا هالليلة ليلة المبعث وما راح أتكلم عن غير ليلة المبعث، إنزين عشان لا تهضم المناسبة الثانية اللي هي مناسبة الإسراء والمعراج خلي يكون لها ليلة أيضا بحيث نحيي هذه الليلة فيها ونتكلم عن الإسراء والمعراج. طبعا ليلة 17 شهر رمضان أو في العشر الأواخر من شهر رمضان، لأن بعد ليلة 17 شهر رمضان في مناسبة وش هي ها؟ يلا شباب ليلة 17 شهر رمضان احنا قلنا إسراء والمعراج في مناسبة لما حين وزعون تقويم شهر رمضان كنت تقويم برا هني لا حد يروح يطالع مولد 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 الحسن نص 17 شهر رمضان في شي روح طالع في دو تعال غزوة بدر غزوة او معركة بدر زين، وكان سابقا دار تذكرون سوون له احتفال مشترك ايام احتفالات القدم ودار تذكرون ها الشيخ الله يجزيه السلامة ويا المحمود وكذا كان يحاولون دي المناسبة مثل أسبوع الوحدة يسوون حفل مشترك ليلة اللي هي غزوة بدر، بس الحين لو قلنا إسراء والمعراج ممكن حتى ليلة ثانية غزوة بدر لا اي صحيح زين، لو قلنا إسراء والمعراج حتى في العشر الأواخر عقبها بليلة بحيث ما تعارض مسألة
اللي هي وفاة الإمام علي عليه السلام ولا ليالي القدر، بحيث أن هالمناسبة وعد يتم تسليط الضوء عليها. أنا أكتفي بهذا القدر، وما أدري خاصة بعض الأخوة ممكن جاء متأخرين ممكن نلخص بعض النقاط بشكل سريع. احنا تكلمنا عن ليلة 27 من شهر رجب، هل هي ليلة المبعث أم ليلة الإسراء والمعراج؟ وبينا أن هي ليلة المبعث، وليش الإشكال اللي صار، يعني شلون نحل الإشكال بين نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله في شهر رمضان إن أنزلناه في ليلة القدر مثلا، أو حاميم إن أنزلناه في ليلة مباركة زين، أو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبين أنه النبي بعث في شهر رجب، بينما هناك كلام عن شهر رمضان. فقلنا ان انواع الوحي زين بين رؤية صادقة وبين سماء وبين مشاهدة جبرائيل مشاهدة عينية، وقلنا ايضا ان البعض يقول ان النبي نبئ في شهر رجب وعمره 40 سنة ونزل بعدين القرآن بشكل متدرج، وبعضهم قال ان القرآن نزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ الى البيت المعمور ثم من البيت المعمور على قلب النبي، بعضهم قال ان القرآن نزل انزال ثم تنزيل بالشكل المتدرج، وتكلمنا عن أرقام في حياة النبي: 40 سنة المبعث، 43 سنة الإسراء، 45 سنة المعراج، وبينا ليش المعراج في السنة الخامسة للبعثة اللي هو عمر الزهراء 18 سنة، وإن بين شهر رمضان وبين شهر جمادة 9 أشهر، بينما الإسراء والمعراج في رجب، بين شهر رجب وشهر رمضان وشهر جمادة ولادة الزهراء الثاني جمادة الآخرة يصير 12 شهر، وهذا مو معقول بيكون مدة الحمل وحمل السيدة خديجة، وبالتالي هو الأصح الذي يرى علماؤنا أن الإسراء والمعراج حدث في فترة غير ليلة 27 شهر رجب. ليلة 27 شهر رجب هي ليلة المبعث، وكل الروايات ذكرنا حوالي 9 روايات تدل أو تتكلم عن ليلة 27 هي الليلة التي نبئ فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصبح نبيا، ولها أعمال مستحبة من ضمنها صوم يوم 27 وأعمال إحياء ليلة 27 من شهر رجب لارتباطها بالمبعث وليس لارتباطها بالإسراء والمعراج. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. إذا تحبون أسئلة أو نقاش تفضلوا. نشكر الشيخ جاسم المؤمن على المحاضرة القيمة، ومن يحب عنده سؤال إذا طرح يقدر يسأل، تفضلوا. نستكفي بهذا القدر ونشكر الشيخ. كم مرة أصيب النبي إلى السماء؟ تكلمنا بعض الروايات توصلها إلى 120 مرة، إيه بس بعضهم يعني على قولتنا يقسم الطريقة، يعني مو لازم أنه لأنهم حتى في قضية من يرى الإسراء والمعراج في ليلة 27 رجب أو في غيرها عندهم. سؤال جيد، يعني احنا ما دام حجي سيد حج احمد الله يخليك حج احمد طول عمرك، ما دام سال حج احمد هذا السؤال خلنا بس تعرض له في ثواني معدوده سريعه. في خلاف عند العلماء هل النبي عرج اسري به، قلنا احنا من المسجد الحرام المسجد الاقصى تالي الى السماء، سواء كان الاسراء او المعراج، كان الروح والجسد لو بس بالروح، يعني شلون بالروح؟ يعني النبي نايم وروحه طلعت راحت، او بعضهم مثلا مثل ما قلنا رؤية، الروح تحلق في عالم الرؤية عدل في عالم المنام. طبعا علماء نحن وبعض علماء العامة يرون ان الاسراء روح وجسد، يعني النبي كامل انتقل، والدليل على ذلك زين مسألة يقولون الا في سورة النجم: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، زين بعد جبريل: ولقد رآه تارة أو نزلة أخرى، الآية نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. علماء العلماء يقولون قضية الدنو
قلت الحركة ما تكون بالروح، الروح عادي تروح وتجي أكي تحلق في الآفاق، لكن الدنو هذا لابد يكون بالروح والجسد، دنا فتدلى. بل عندنا في الرواية أن جبرائيل وصل لمنطقة قال للنبي أنا بعد خلاص ما أقدر أتقدم، هذه خاصة إلك أنت تفضل يا رسول الله، أنا خلاص إلى هني بعد ما أقدر أتعدى هذا الحد. فالنبي صلى الله عليه وآله على حسب رأي علمائنا وبعض علماء العامة أن كان الإسراء بالروح والجسد، لكن في قضية 120 أقل أزيد حسب الروايات هذه أنه مو لازم كلها بنفس الصيغة هذه، يعني بنفس الروح والجسد. هم بعد مسألة أنهم يركزون على الإسراء والمعراج الرئيسية اللي نزلت فيها الآيات سواء كان سورة الإسراء أو سورة النجم. في سؤال بعد؟ الله يخليكم إن شاء الله وسعدنا بهذا اللقاء، ويعني هذا خب شرف لأن كنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وفضائل النبي ومعاجز النبي صلى الله عليه وآله، هذا شرف لأنه فضيلة. إحنا يعني مو بس أنتون بعد أيضا أن الواحد يجلس في هذا المجلس ويستمع إلى هذه المعاجز وهذه الفضائل وهذه الكرامات للنبي صلى الله عليه وآله، هذا شيء يثاب عليه المرء. نسأل الله القبول للجميع إن شاء الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.